السامي فيه؟ وقف الطبع يا عم ربيع. محدش يقدر يوقف الطبع للاستاذ احمد مختار رئيس التحرير او الاستاذ فريد. فين اصل التحقيق بتاعي؟ اتجمع خلاص. هات اصل التحقيق بتاعي لو سمحت. اقدر اعرف ايه اللي حصل ده يا استاذ فريد؟ في ايه يا سامي؟ ده اصل الحديث اللي انا عملته مع سياده الوزير، وده الحديث بعد ما اتطبع. ممكن اعرف مين اللي عمل فيا كده؟ الرقيب يا سامي. الرقيب؟ ايوه يا ساميه، ما انت عارفه كل حاجه. طب رايحه فين يا ساميه؟ ساميه تعالي. في ايه؟ عجبك اللي بيحصل ده يا استاذ مختار؟ ايه في ايه اللي بيحصل؟ السيد الرقيب، المعلومات المكتوبه في التحقيق ده السيد الوزير قالها نصا وشخصيا وبالحرف الواحد وموافق على نشرها، والتسجيل عند حضرتك، يقدر السيد الرقيب يطبقهم ببعض. طبيعتي هي دي على مشهور الحكاية. انا افضل مليون الف مره انه تحقيقي ما يتنشرش ولا اني اتبهدل البهدله دي. خلاص قلت لك اهدي وانا هتصرف. ما هو يا استاذ احمد برضه. ثانيه، قلت لك اتفضلي على مكتبك، اتفضلي. على فكرة أنا كان عاجبني الحديث الأصلي بتاعك بالجراءة والشجاعة اللي فيه، وكان من رأيي إني ما تحذفش منه ولا كلمة. وما قلتش الكلام ده ليه للسيد الرقيب؟ محدش خد رأيي، وبعدين ده الرقيب يا سامية. أمال أنت مدير تحرير إزاي؟ ده رئيس التحرير بذات نفسه ما بيتاخدش رأيه. سامية أنا كنت في الحقيقة. أنا السامية، الأستاذ مختار عايز ساعتك في مكتبه. تحت أمرك يا أستاذ مختار. مبروك يا سامي. اتوافق على نشر الحديث من غير اي حذف. بجد يا فندم؟ انا لسه متصل بالرقيب، وافق ينزل الحديث زي ما هو من غير اي حذف. انا متشكره جدا. على فكره انا عندي ليكي خبر هايل تستاهلي عليه التهنئه فعلا. اتوافق على ضمك للتنظيم الطليعي. انا بجد يا فندم انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. ما تقوليش اي حاجه، انا اصدرت الامر بانهم يعيدوا طابع الحديث زي ما هو. نعوم، اطلب لي شلومو كوهين في مكتبنا في هامبورغ. كين شلومو، الهدف اللي انت بعته لنا طلع هدف خطير ومهم جدا. ما انا عارف الكلام ده كويس يا ليفي. المهم دلوقتي الولد اللي اسمه نبيل، لازم تركز عليه، مش لازم يضيع من ايدينا. هو ده المفتاح يا شلومو، هو ده اللي هيوصلنا لسامية فهمي. مفهوم مفهوم يا ليفي. ازيك يا ميس؟ اهلا. عملت ايه مع شركة السياحة؟ المفروض ان انا هستلم الشغل من بكرة. هايل، وانا قدامي كام يوم هجيبهولك. اللي اقول يا ابو سليم، انت اللي اخترت الواد ده؟ بتسألي ليه؟ يعني حسب التقارير اللي قدامي الواد ده ملوش أي أهمية. الولد ده مهم لينا، ومهم قوي كمان يا لويس. بس ده لا له اتصالات ولا له معارف. بقى انتوا جايبيني من إسرائيل لغاية هنا عشان العملية التافهة دي؟ لويس، ما تنسيش إني أنا المسؤول عن العملية دي. مش عايز اللي حصل في باريس يتكرر هنا تاني. عملية باريس كانت ناجحة جدا لحد ما اتكشفتي. بس انت عارف انها ما كانتش غلطتي. ثقتك الزايدة بنفسك وتهورك وعنفك هما اللي كانوا السبب في فشل عملية باريس. انا كنت هناك وعارف اللي حصل بالظبط.
طول عمرك شكاك وقاسي يا شلوم. وطول عمرك مغرورة يا لويز. طب بقول لك ايه يا شلوم؟ ما تيجي ما نفتحش لبعض الدفاتر القديمة. اوكي. خلينا نركز في المهمة اللي بين ايدينا. ما تسهريش كتير. بكرة الصبح لازم تكوني بدري في الشركة. تصبحي على خير. لويس جولد مان بعد ما وصلت ألمانيا بكام يوم اشتغل في شركة سياحة أمريكاني هناك، فأغلب الظن إن الشركة دي هي الواجهة بتاعت السي آي إيه في هامبورغ. في الفترة دي ما حصلش أي حاجة تلفت نظرنا إليها لغاية ما ظهر نبيل. بكرة تروح على شركة السياحة هناك، اسأل على واحدة اسمها شيرلي هايمن، هي اللي هتتولى كل حاجة. Yes sir, how can I help you? Miss Shirley Hyman. Just a moment. Okay. Miss Hyman? Someone here wants to see you. Okay. She will see you in the moment. Please take a seat. Okay. مستر نبيل سالم؟ I'm Shirley هايمن. تفضل معايا لو سمحت. ادخل واقفل الباب وراك يا مستر نبيل لو سمحت. حاضر يا فندم. انت اللي جاي من طرف مستر ابو سليم بخصوص وظيفه التور جايد مش كده؟ مظبوط يا فندم. طيب ممكن تلف؟ نعم تلف، عايز اشوفك من ورا ومن قدام. اوكي اوكي يا فندم. جود فيري جود ميرسي. ايه ده؟ خير؟ انت ما قدمتش ابلكيشن؟ ابلكيشن ايه يا فندم؟ مش فاهم. طلب عشان الوظيفه الجديده. بصراحه بره. خلاص خلاص نو بروبلم. اتفضل يا مستر نبيل، الابلكيشن اهي. اقعد وخد راحتك على الاخر واملالي الابلكيشن دي بمنتهى الدقه. اوكي اوكي مش هتاخر عليك. اقعد يا مستر نبيل. عملتي ايه معاه؟
سايباه قاعد بيملى الابلكيشن. عايزه جاهز على امتى؟ اول ما يستوي. ثلاث اسابيع كويس؟ حتى لو شهر. المهم السيطرة تتم بشكل كامل. ركزي معايا يا لويز، ما تديلوش أي فرصة يفلت مننا. شلومو، أنا عارفة شغلي كويس. بطل القلق ده. ما ينفعش يا لويز، ما أقدرش أبطل قلق. شغلتي إني أقلق. وأنا شغلتي إن أنا أنفذ المهمة وبس، وهو ده اللي هيحصل. طيب، أسيبك أنت تشوفي شغلك وأروح أنا أشوف شغلي. خلصت؟ بصراحة لسه، أصل في حاجات كتير قوي مكتوبة بالألماني وأنا مش فاهمة، بس أنا كتبت اسمي. أنت مش بتعرف ألماني؟ أنا بتكلم ألماني كويس يعني شوية، بس المشكلة في القراية والكتابة مش قوي. أوكي، نو بروبلم. العنوان؟ 893 شارع ريموسكي. تليفون؟ 348-52. سن؟ 28 سنة. اللغات؟ عربيك؟ انجلش؟ داتش؟ فرنش؟ لا لا، الفرنش ده بايظ خالص عندي. ولا يهمك يا مستر نبيل، كل دي شكليات. فعلا؟ اوكي مدام شكليات يبقى تمام. اوكي، انا هقدم الابلكيشن للمدير بتاعي وهو هيقابلك على طول. اوكي، مش هتاخر عليك. مش فاكر المسألة هتبقى سهلة كده. أنا أول ما دخلت الشركة رحبوا بيا وقالوا لي إني هستلم الشغل من تاني يوم، وإن ميس هايمن هي اللي هتدربني بنفسها لمدة أسبوعين وهتعرفني على كل حاجة. هاي هاي، لازم بقى نتكلم في شغلنا. أول حاجة لازم تعرفها إن شغلنا ده سر، يعني مش لازم أي حد يعرف عنه أي حاجة، لا مديرك في الشركة ولا ميس هايمن ولا أي مخلوق على وش الدنيا. فهمني؟ طبعا. الشغلانه اللي بنشتغلها يا نبيل خطر جدا، واي حاجه لازم تحصل بسريه مطلقه. من النهارده مش هنتقابل الا في المواعيد والاماكن اللي انا هحددها لك. تمام. انت بتعمل ايه؟ هكتب اللي انت بتقوله. ده اول غلط. في الشغلانه بتاعتنا مفيش حاجه بتتسجل على ورق، اي حاجه بتتكتب ممكن تتمسك وتتاخد ضدك دليل. احفظ، نمي عندك الذاكرة الفوتوغرافية. كل الشغل اللي انت عايز تعمله اعمله هنا. فهمني؟ فاهم يا وسلي. ولما تيجي تقابلني بقى تتأكد ان مفيش حد أطرك. تقصد البوليس؟ البوليس وغيره. احنا مش بس لوحدنا في الساحة، في غيرنا منظمات ومؤسسات كتير، والمنافسة بيننا وبينهم قوية جدا، ودول بقى أخطر من البوليس. عايزك تفتح عينيك، لو حسيت في حاجة مش طبيعية تبلغني على طول. فاهمني كويس؟ فاهم. وقتها نبيل ما كانش في دائرة اهتمامنا، لكن أول ما اشتغل في الشركة اللي بتشتغل فيها لويس جودمان حسينا إن الموضوع ابتدى يكبر. ساعتها قررنا نبعت الراجل بتاعنا على ألمانيا. في الوقت ده كان في وفد تجاري مصري مسافر ألمانيا، سافرت أنا معاه على إني واحد من الأعضاء.
السلامة يا سيد عادل. ازيك يا روح؟ الحمد لله يا فندم. اتفضل. ايه الاخبار يا رؤوف؟ يعني نوصل شقه العمليات واقول لحضرتك على كل حاجه. اه ده جواب من مراتك وفي صوره لبنتك. يا ترى سموها ايه؟ ايمان زي ما كنت عايز. ايه راي حضرتك في الاسم؟ اسم جميل، ربنا يخليها لك، ويا ريت تبص قدامك عشان ربنا يخليك ليها. اسف يا فندم، اسف. اتفضل يا فندم. اتفضل. ملازم عبد الخالق. ملازم هادي. اهلا وسهلا يا فندم. سياده المقدم عادل مكي اللي هتولى المهمه هنا ان شاء الله. اه عاملين ايه؟ الحمد لله تمام يا فندم. مراتك عملت ايه؟ جابت بنت زي القمر. العماره اللي قصادنا هناك دي هي اللي فيها مكاتب شركه السياحه الامريكيه اللي بيشتغل فيها نبيل ولويس جولدمان. مكتبها فين؟ الدور الثاني الشباك اللي في النص على طول. بيعملوا ايه؟ بقالهم اسبوع على الحد ده. كل يوم نبيل يجي الساعة 9 الصبح يدخل على مكتب لويز ويقعدوا يتكلموا مع بعض لحد الساعة 5 بعد الظهر مثلا. بعد كده ينزل يروح على بيته، وبعدها بشوية بتنزل هي كمان تروح على بيتها. تاني يوم نفس الحكاية. أكيد بتلاقينا. كده يبقى احنا خلصنا كل المناطق والأماكن السياحية اللي ممكن تروح. عايزاك بقى تحفظها كويس الليلة دي علشان من بكرة هنبتدي العمل. اوكي مس هايمن، بس هو لسه فيها عملي؟ طبعا مستر نبيل، انت لازم تطلع جولتين او ثلاثه على الاقل عشان تعرف التور جايد بيقول ايه وبيتصرف ازاي مع السياح. اه بس هو انا المفروض هطلع مع مين؟ انا مستر نبيل، انا اللي هطلع معاك بكره مع السياح. انت بنفسك مس هايمن؟ ايه عندك اعتراض؟ بصراحه ما عنديش اي اعتراض. اوكي يبقى 8 ونص بالكتير تكون هنا، ما تتاخرش. اوكي هو انت لسه قاعده تسال لي؟ يعني عشان لو ماشيه كان ممكن اوصلك في طريق. انت جريء قوي مستر نبيل. انا اسف مس هايمن، انا مش قصدي حاجه غلط. ومن النوع المقتحم كمان. هما بصراحه بيقولوا عليا كده، مش عارف اذا كان ده عيب ولا ميزه. انا عندي شغل. باي مستر نبيل. نعم؟ باي مستر نبيل. اوكي مس هايمن، اوكي اشوفك بكره. باي، سلام. ومين اللي وصل نبيل للشركه دي؟ فريدريك؟ لا يا فندم، فريدريك كان ساب هامبرج ومحدش عارف راح فين. طب ومين وصله للويز جولدمان؟ في الحقيقه احنا مش عارفين، لان نبيل في الفتره دي ما كانش في دايره اهتمامنا. واللي احنا متاكدين منه ان نبيل اول ما دخل الشركه دي لويس جولدمان ما سابتوش لحظة، كانت بتعلمه شغله الجديد، واحنا لاحظنا اهتمامها الكبير قوي بيه. ايوه وحصل ايه بعد كده؟ تاني يوم نبيل نزل راح الشركة زي العادة، بس بدل ما يطلع المكتب للويس جولدمان ويقضي اليوم هناك، خرج هو ولويس من الشركة ورجلوا تويس مع السياح. دول رايحين على فين دول؟ عادي. ايوه يا فندم. ما يغيبوش عن عينك لحظة. تمام يا فندم. مستر نبيل بليز اقعد في اخر الاتوبيس، خد بالك كويس قوي من الكلام اللي هقوله والمناطق اللي هنقف فيها. اوكي. First of all I would like to welcome you here in city of Hamburg. معاكم شيرلي هايمن وانا تور ليدر اللي هبقى معاكم النهارده. هنزور مدينة هامبورغ اللي بتعتبر أهم وأقدم مدن ألمانيا الغربية. Let's go. Hallo
الحكاية دي اتكررت لمدة أسبوع. ياخدوا السياح الصبح يلفوا بيهم ويرجعوا آخر النهار. أنا بعت واحد من الرجالة عشان يراقبهم. نتيجة المراقبة دي إيه؟ ولا حاجة. كل يوم لويس كانت بتلف بيه على الأماكن السياحية اللي بيزورها مع السياح، وكانت بتشرح له إيه المفروض يعمله ويقوله في كل موقف. لكن اللي لاحظناه إنه ابتدى يبقى فيه تقارب كبير قوي بينه. مالك يا سامي؟ داخله وجوزك شبرين، في ايه؟ نبيل يا نجوى، بقى له كتير قوي ما بعتليش جوابات وانا قلقانه عليه قوي. ما دمتي قلقانه عليه قوي كده ما تروحي له. اروح له فين؟ المانيا، بدل ما انت عماله تاكلي في روحك كده. ازاي؟ هقول لك. في وفد صحفي مسافر لايبزيج كمان شهر عشان يغطي معرض الكتاب والانشطه الثقافيه اللي حوالين المعرض، والمعرض ده في المانيا الشرقيه ومدته 4 ايام. عارفه مين رئيس الوفد ده؟ مين؟ الاستاذ فريد. الاستاذ فريد بتاعنا؟ شفتي الحلاوه؟ وما بين المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه اتوبيس. اللي قولي لي، انت معاكي عنوان نبيل هناك؟ طبعا. خلاص، تاخدي تصريح بيوم وتروحي تشوفيه وتطمني عليه وترجعي اخر النهار، ولا من شاف ولا من داري. خير يا ساميه، في ايه؟ استاذ فريد، هو حضرتك طالع لايبزيج؟ ايوه، انا رئيس الوفد الثقافي اللي رايح يشارك هناك في المعرض. بالمناسبه دي انا عايزه اهني حضرتك من كل قلبي. متشكر، متشكر يا سامي، واتمنى لك التوفيق في رحلتك دي. شكرا. بس انا ليه عند حضرتك طلب صغير. خير يا سامي اموري؟ ممكن تخليني اشارك من ضمن الناس المشاركه في النشاط الثقافي للمعرض؟ تشارك ازاي؟ انا اصلي عامله دراسه عن المويه والجدليه الماديه لكارل ماركس. ايه ده، انت ليكي في الحاجات دي؟ طبعا يا فندم، ده انا عندي اطروحه مهمه جدا عن الموضوع ده، وعن الأسباب الحقيقية للخلاف الأيديولوجي ما بين الصين والاتحاد السوفيتي اللي اتفجرت في المؤتمر 20 للحزب الشيوعي. والأطروحة دي عندك؟ طبعاً. طيب اعتهالي وسيب الباقي عليا. هتعمل إيه؟ هضمك للوفد اللي مشارك في المهرجان، بس المهم إنها تكون عندي بكرة الصبح بالعربي وبالإنجليزي. بكرة بكرة؟ ما ينفعش بعد بكرة بعد بعده؟ لا، اشمعنى؟ أبداً يا فندم، عشان ألحق أترجمها لك وأكتبها لك على المكنة. لا، أنت ترجميها النهاردة بالليل وتجيبها لي بكرة، وأنا هخليهم هنا يكتبوها على المكنة، بس المهم إنها تكون عندي بكرة الصبح علشان ألحق أتصرف. حاضر يا فندم، أنا بهنيك تاني من كل قلبي يا فندم، عن إذنك. يا بنت الإيه؟ أطروحة. سيد عادل، ايه الاخبار؟ زي كل يوم يا فندم، مفيش اي جديد. سيد عادل، ابو خالد. حاضر يا فندم. لايبزيج دي كمان؟ دي مدينة في ألمانيا الشرقية، فيها معرض كتاب من أهم معارض الكتب في العالم. وانت هتروحيها ليه إن شاء الله؟ عندي أطروحة أروح أقدمها هناك. في المعرض؟ أيوة يا ماما، المعرض ده فيه نشاط ثقافي كبير جدا، بيحضروا أهم مثقفي ومفكري العالم. انت بتتكلمي جد؟ انت مش شايفاني شغالة فيها من الصبح؟ الأطروحة دي هتبقى أساس رسالة الماجستير بتاعي إن شاء الله. أطروحة بالعربي وبالإنجليزي؟ جايز.
اسحاق. باسم سوري جدا. كنت هتغرق لي هدومي. لا عموما حصل خير. وبعدين ما يقع على الشاطئ يعني ايه؟ يعني ايه دي محتاجه شرح كبير جدا. بص يا ستي، ما يقع على الشاطئ ده مثل مصري عندنا بنقوله لما حاجه تكون هتحصل بعدين ما حصلتش. اوكي. وانا بجيب قهوه قلت اجيب لك معايا. ما تتصورش انا كنت محتاجه كوبايه القهوه دي قد ايه. ثانك يو. انا برضو كنت حاسس بيكي. ها جاهز؟ جاهز لايه؟ انك تطلع بكره لوحدك مع الوفد السياحي. جاهز مس هايمن. اوكي جود. سي تومورو. جود لك. ابو خالد حضرتك. تفتكر بتكلم مين؟ الله اعلم. As for the war of attrition between Egypt and Israel, the Israelis declared they have shot down 3 Egyptian planes over the Suez Gulf. While the Egyptians said that all their planes returned safely to their bases. الو؟ ايوه ابو سليم معاك. حاضر. اوكي. حالا. سلام. يعني ايه اختفى؟ انا عقبال ما خرجت من المحل ما لقيتوش. شافك بتراقبه؟ شافك وراه؟ اطلاقا يا فندم. طب تفتكر راح فين يعني؟ راح لحد مهم. يا اما ما كانش اختفى. كان في حد وراك؟ لا. وايه اللي خلاك متاكد كده؟ لاني نفذت كل اللي انت طلبته بالظبط. برافو يا نبيل. انا مبسوط منك قوي. بالمناسبه أنا سمعت إنك بكرة هتطلع مع الوفد السياحي لوحدك. إنجاز هايل، مبروك. الله يبارك فيك. امسك. إيه ده؟ ده مفتاح خزنة في محطة القطر الرئيسية هنا في هامبورغ. رقم الخزنة 250. المفتاح ده يفضل معاك على طول وأوعى يضيع منك، مفهوم؟ الخزنة دي فيها إيه؟ نبيل، كل المطلوب منك تسمع الكلام وتنفذ من غير أسئلة كتير. صعبة دي؟ مش صعبة ولا حاجة. شاطر.
امسك. ايه ده فلوس؟ انا لسه معايا فلوس. البحر يحب الزيادة يا اخي. مضيلي على الوصل. وما عرفتوش نبيل قابل ليلة سمين؟ لا يا فندم مع الأسف، لكن عارفين إن في هامبورغ في مكتب للموساد، وأكيد هو قابل واحد منهم. المكتب ده عرفته مكانه؟ عرفناه يا فندم، بس بعد فوات الأوان. إيه اللي حصل بعد كده مع نبيل يا رؤوف؟ نبيل استلم شغله في الشركة وابتدى يطلع بالوفود السياحية اللي كان معظمهم عرب، وده ساعده على إنه ينجح في شغله الجديد بشكل كويس. وإحنا استغلنا الفرصة وحاولنا نعمل معه اتصال. بس حشوي خدني جنبيك يا اخي. ما نزلتش ليه يا استاذ رشدي؟ الاوتيل بتاعك فات. لا والله اصل نازل وسط البلد يعني اشتري شويه حاجات كده. بقول لك ايه، ما تيجي معايا، انت تعرف المحلات والاسعار هنا اكتر مني. لا الحقيقه مش هينفع، انا لازم الاول افوت على الشركه اقدم التقرير اليومي بتاع الرحله. اجي معاك واستناك لحد ما تقدمه. لا انا متاسف جدا. طب يا سيدي سيب لي نمر تليفونك او عنوان بيتك عشان اقدر افوت عليك ونتناقشوا في اللي قلناه. اوكي مفيش مشاكل، تقدر تاخده هناك من الشركه، ولو اني زي ما انت شايف يوميا مع افواج سياحيه طول اليوم. طيب اوعدني انك تفكر في اللي احنا اتكلمنا فيه. موضوع ايه اللي كنت عايزه تفكر فيه؟ انا اصل اثناء الرحله لما وقفنا للغدا عرضت عليه انه يرجع مصر ويشتغل معانا. اشتغل معاك فين؟ في الاقصر. اصل احنا عندنا يعني شركه سياحه صغيره كده، بس الحمد لله شغاله كويس. وبعدين انت طريقتك واسلوبك مع السياح حلو جو والله. طب اقول لك، انت ولا اجدع ممثل ولا يحيى شاهين في عزه. يحيى شاهين كده مره واحده يا استاذ رشدي. رشدي عبد المقصود الجناوي. اهلا وسهلا يا استاذ رشدي. اهلا وسهلا. بقول لك ايه بقى، ايه رايك تيجي تشتغلي معانا؟ اشتغل معاكوا فين؟ في لوكسور يا خيم، لسه جاي لك بدل الغربه اللي انت فيها دي. وليك عليا كلم لك ابوي يديك كد اللي بتقبضه هنا واكتر شويه كمان. كان رد فعله ايه لما قلت له الكلام ده؟ في الاول هو اتردد شويه، لكن بعد كده اعتذر بحجه ان في فرصه شغل كويسه في المانيا وهو مش عاوز يضيعها. وما قالكش ايه العمل ده؟ لا ما رضيش يتكلم فيها خالص. وبعدين يعني لما حاولت معاه بص في ساعته وابتسم وقال للاسف الوقت سرقنا يا استاذ رشدي ولازم نتحرك، عندنا حاجات كتير لازم نشوفها. يلا بينا يا جماعه. اتفضل. الاتوبيس وصل الشركه، وبعدين انا رحت قدمت التقرير بتاعي للسيد عادل بكل اللي حصل. نبيل دخل الشركه. هاي يا رينا. هاي مستر نبيل. هاي مس هيما. هاي مستر نبيل. ازاي يومك النهارده؟ يعني مش بطال. مجموعه السياح النهارده كانوا كويسين قوي. مش هما اللي كانوا كويسين، التور جايد اللي معاهم اللي كان كويس، ومش كويس وبس، كويس جدا كمان. البركه في الاستاذه اللي علمته. استاذه ايه بقى؟ ده انت اللي طلعت استاذ. مس هيمن، انت هتفضلي طول عمرك الاستاذه وانا هفضل التلميذ. بطل مجاملات يا نبيل. دي مش مجامله، دي الحقيقه. ممكن بقى الاستاذه تسمح لتلميذها انه يعزمها الليله على فنجان قهوه بعد ما نخلص؟ طبعا لا. ممكن الأستاذة تعزم تلميذها على العشاء النهاردة. يوم المنى. خلاص عادي عليك الساعة 8. هايل. ممكن بقى تسيبني أشوف شغل. برضو هايل. أوكي. الساعة 8؟ أوكي.
انا لويز. ايه الاخبار عندك يا لويز؟ الهدف استوى وبقى جاهز. عظيم. ازيك؟ ايوه يا شلو. عندك حد؟ لا يا حبيبي ما عنديش حد. طب اقفل باب المكتب انا جايلك. اوكي يا شلوم. ايه يا شلوم يا حبيبي؟ في جديد؟ هو فريدريك اخباره ايه؟ موجود. محتاج له. امتى يا حبيبي؟ حالا يا ايزاك. حالا. مساء الخير يا استاذ فريد. اهلا يا سامية. خير حضرتك؟ قريت الاطروحه بتاعتي؟ هايله حقيقي، هايله يا سامية. وكلمت المسؤولين عنها وتحمسوا لها جدا. بس ايه؟ المساله محتاجه زقه. زقه؟ انا عايزك تكلمي الرئيس بردك، هما يعملوا له الف حساب. رئيس مين يا فندم اللي اكلمه؟ الاستاذ مختار بردك، ليه كلمه. يا خبر ابيض يا استاذ فريد، اكلم حد وحضرتك موجود؟ حضرتك الخير والبركه، ده الكلمه الاولى والاخيره لحضرتك. ده انت رئيس الوفد يا استاذ فريد. خلاص يا سامية، انا اللي هديها زقه. اوكي هنبتدي بالابيتايزرز وبعد كده هناخد المين ديش بتاع الشيف. تحب تشرب نبيت؟ اوكي. بوردو 1812. Very good choice مدام. ممكن اعرف بقى ايه اللي بيضحك؟ لا اصل متهيألي شفت الراجل اللي قبل كده. ده شفته فين؟ مش فاكر بصراحه في فيلم ايه، بس هو كان متخشب ومتنشي كده برضه. يس سر. اوكي No. My ask you to begin. Okay, ma'am. Anything else? No, thank you. Thank you. Cheers. Cheers. أنا ما كنتش عارفة إن أنت خبير قوي كده في النبيت. في النبيت؟ لا لا أنا رهيب رهيب. وبعدين أنا خبير في حاجات تانية كتير قوي مش شايف. واضح. ما تسيبك من الألقاب وتقولي شيرلي على طول، عايز اسمعها منك. فعلا؟ شيرلي شيرلي شيرلي. انت بتعمل ايه؟ مستطعم؟ ايه الاسامي كده؟ عامله زي النبيت، لازم الواحد يستطعمها وهو بيقولها. استني كده. شيرلي احلى من النبيت. طلع من بقك تجنن.
بلاش يا نبيل بليز. طب مش هتطلعي معايا فوق على الاقل تشوفي البيت اللي انا ساكن فيه؟ مش الليلة يا حبيبي، اولا الوقت متاخر جدا، وبعدين انا لسه مخلصه شغل، وانت عارف ببقى تعبانه قد ايه بعد الشغل. يرضيك اقعد معاك وانا تعبان؟ انت كل يوم بيبقى عندك شغل يا شيرلي، يعني كل يوم هترجعي تعبانه؟ اوعدك قريب قوي هجيب نفسي واجي اقضي الليله كلها معاك. اوكي يلا جود نايت. جود نايت. بقول لك ايه نبيل، انت لسه بتشوف الراجل اللي اسمه ابو سليم؟ ابو سليم؟ ايوه الراجل اللي وصى عليك لما جيت لنا الشركه. لا مش دايما يعني. طب بليز لما تشوفه ما تقولوش ان احنا بنخرج مع بعض. اوكي اوكي جود نايت. باي. يا نبيل انا بقالي نص ساعه قاعد مستنيك. معلش يا ابو سليم خرجت بعد الشغل اتعشيت. اتعشيت لوحدك؟ يعني انا هشرب قهوه تشرب معايا؟ ما جاوبتش على سؤالي. اتعشيت لوحدك؟ اتعشيت انا وشيرلي هايمن. معلقه سكر؟ من غير سكر. اوكي. شيرلي هايمن بنت جميله ولذيذه فعلا. وتعشيتوا فين على كده؟ في المكان اللي قابلتنا فيه اول مره انا وفريدريك. انت اللي اخترت المكان؟ لا هي. ومين اللي دفع الحساب؟ هي اللي دفعت الحساب. برافو عليك، برافو يا نبيل. على فكره الناس في الشركه مبسوطين منك قوي، انت عامل شغل هايل هناك. بركة فيك يا ابو سليم. وفي شيرلي هايمن البنت بذلت معاك مجهود كبير، لازم تشكر عليه، مش كده ولا انا غلطان؟ ده حقيقي. هي شيرلي هايمن دي شغاله معانا في المؤسسه؟ لا طبعا. اوعى اوعى تكون قلت لها اي حاجه. ابدا. هقول لها ايه يعني؟ امال بتسال عنها ليه يعني؟ على اساس انك تعرفها كويس وانك موصيها عليا في الشركه. ده بالنسبه لشغل السياحه، الشغل التاني بتاعنا محدش يعرف عنه حاجة غير أنا وأنت وبس، فاهمني يا نبيل؟ دي أكتر حاجة أنا فاهمها كويس. نتكلم بقى في الموضوع اللي أنا جيت لك مخصوص علشانه. إحنا هنبتدي شغل من بكرة، جاهز؟ جاهز. وافتح الخزنة معاك طبعًا. معايا. يبقى ركز معايا وفتح ودانك. الكلام اللي هقوله لك مش هقوله غير مرة واحدة بس. تحفظه صم في دماغك. وتنفذ اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد. تاني يوم حصلت حاجة أثرت شكوكنا، خلتنا نركز على نبيل أكتر وأكتر. إيه اللي حصل؟ نبيل لما وصل الشركة كان متوتر وعصبي. أكيد في حاجة حصلت له قبل ما يوصل. هاي شيرلي. هاي نبيل. بقول لك إيه؟ ده كشف بأسماء السياح اللي طالعين معاك التور النهاردة. أوكي. مالك يا نبيل؟ في حاجة مضايقك؟ لا لا أبدا مفيش. اوعى يا بيبي تكون زعلانك مني ما طلعتش معاك الشقة امبارح بالليل. لا لا خالص. وبعدين يا بيبي احنا الأيام بينا كتير قوي، الليالي أكتر. أكيد. طب يلا عشان تلحق التور بتاعك. أوكي. باي باي. باي. نبيل. هستناك النهاردة نتغدى سوا. تتأخرش عليا. توحشني. هادي جاهز؟ جاهز يا فندم.
اتوبيس السياحة هتلاقي شنطة على الرف الأخير، صورة طبق الأصل من شنطتك دي. Listen again. خد بالك هيتحركوا. حصل ايه في الرحلة دي؟ ما حصلش حاجة. امال نبيل كان مضطرب ليه؟ محدش عارف. الرحلة كانت عادية خالص. نبيل راح الأماكن المعتادة لأي رحلة سياحية. بعد الظهر الأوتوبيس رجع بنبيل والسياح لحد الشركة. واقف مستني ايه؟ وانت نازل من الاوتوبيس اخر النهار خد الشنطه اللي على الرف الاخير وسيب شنطتك مكانها. حصل حاجة؟ مفيش أي حاجة حصلت يا فندم. أمال كان متوتر ليه قبل الرحلة؟ يومك كان إزاي النهاردة؟ يعني عادي. ما بقتش متوتر خلاص؟ مين؟ أنا؟ لا خلص. جود، انا قدامي نص ساعة وهخلص، هتستناني؟ بصراحة لا. عندي مشوار صغير نص ساعة هوصله ونتقابل بعد ساعة في وسط البلد. اوكي اوكي باي. عبد الخالق ده نازل. حاضر يا فندم. شاف شقته هادي امل عبد الخالق. تمام يا فندم. عرفت راح على فين؟ راح محطة السكة الحديد. طبعا الرجالة بتوعك كانوا وراه. طبعا يا فندم. أبو سليني، هي الشنطة اللي أنا هاخدها بدل شنطتي دي فيها إيه؟ أوعى تاني مرة تسأل أسئلة سخيفة عن أي حاجة بقولها لك. أنت تنفذ اللي بقول لك عليه وبس. Sir, are you okay? Yes. Is this your briefcase? لو حد سألك تقول له الشنطة دي مش بتاعتي. Yes. Good day. Thank you. Hmm.
الشنطة الجديدة في الخزنة اللي أنا اديت لك مفتاحها. خزنة في محطة سكة حديد؟ طب جاب مفتاحها منين؟ وحط فيها شنطة الشغل ليه؟ أفندم ساعتها كان في نقط كتير قوي مش واضحة لينا. طب بعد ما حط الشنطة في الخزنة عمل ايه؟ خرج من المحطة وبدل ما يروح على البيت ركب الترماي. بعد كده تروح على ميدان الحي القديم، هناك في الشارع التجاري اللي بيدخل على الحي نفسه، خش فيه. هناك هتلاقي مكتبة اسمها مكتبة كارتيا دينيسي. جوه في اخر المكتبة على اليمين هتلاقي مجموعة كتب شارلوك هولمز، خد اي كتاب منهم وافتحه واقرا فيه شوية لحد ما تاخد الكتاب اللي على الشمال، افتحه على صفحة 100. ومن غير ما حد يحس تحط مفتاح الخزنة في الكتاب وتقفله وترجعه مكانه. اهم حاجة الحاجات دي تتعمل كلها بسرعة ومن غير ما حد يشوفك او يحس بيك. كده النبيل راح على فين؟ بعد ما خرج من المكتبة خد التاكسي وراح على وسط البلد، هادي مشي وراه بالفيسبا. هناك نبيل قابل لويس جولب. سوري تأخرت عليك. مش قوي. ليتس جو. ما تتصورش يا نبيل انا مبسوطة منك قد ايه. فترة قصيرة قوي بقيت من أحسن التور ليدرز عندنا في الشركة. أقول لك سر؟ أصل اللي دربني على الشغلانة دي حد شاطر قوي. حلو قوي كمان. أنت اللي جميل قوي وبتعرف تخلي إزاي كل الناس تحبك. بس أنا ما يهمنيش كل الناس. أنا اللي يهمني واحدة بس هي اللي تحبني. يا بختها. يا بختك.
الا ساعتها شنطتك فين؟ شنطتك بتاعت شغلك اللي انا شفتك النهارده وانت خارج بيها من الشركه، اوعى تكون نسيتها في مكان كده ولا كده. اصل وانا جاي على هنا فوت على البيت وسبتها هناك. كتير ان الاكل جه، انا كنت هموت من الجوع. ثانك يو. الشركة ازاي بس من غير الشنطة؟ الو؟ ايه يا نبيل؟ انا بقالي اكتر من ساعة بحاول اتصل بيك محدش بيرد. ايوه انا لسه داخل البيت حالا. كنت فين كل ده؟ كنت بتعشى بره مع شيرلي هايمان برضو؟ على كل حال انا بكلمك علشان اقول لك برافو عليك، انت نفذت المطلوب منك بشكل كويس ولو انك اتاخرت شويه على ما وصلت المكتبه. ايوه يا ابو سليم، على ما عرفت العنوان. واديك انت عرفته، المره الجايه العمليه لازم تتنفذ اسرع من المره دي بكتير، فاهم يا نبيل؟ فاهم يا ابو سليم. بس ايه؟ الشنطه بتاعت الشركه دلوقتي ما بقتش معايا، انا هروح بكره ازاي؟ وبعدين مفتاح الخزنه اللي انا سبته في المكتبه ده برضو ما بقاش معايا. افتح الباب. ايه؟ باب الشقه، افتحه. ايوه. ايه الشنطه وصلت؟ اه وصلت. افتحها. دي فاضيه. الجيب الصغير بص فيه. المفتاح عشان تعرف ان احنا بنعمل شغلنا صح. المهم كل يوم لما تطلع الاتوبيس شوف اذا كان في شنطه تانية ولا لا. لو شفت شنطه انت عارف هتعمل ايه كويس، ما شفتش خلاص. وما تنساش المره الجايه لازم تبقى اسرع من المره دي، والتوتر اللي ظهر عليك النهارده مش لازم يظهر عليك تاني. العسكري بتاع المحطه كان لازم تتصرف معاه بشكل طبيعي عشان ما تسيرش حواليك اي شكوك. هو انت كنت شايفني؟ انا عينيا ما غفلتش عنك لحظة. احنا وراك يا نبيل خطوة بخطوة، اي غلطة تحصل هتلاقيني في ظهرك علشان احميك طبعا. بالمناسبة انا قيدتلك عندي 1000 مارك حسابك عن عملية النهاردة، وكل مرة ب1000 مارك. مبسوط؟ ربنا يخليك يا ابو سليم. اسيبك بقى تستريح وتنام عشان تلحق تروح الشغل بكرة.
عملتي ايه معاه؟ بقى زي الخاتم في صباعي. لا ده بقى زي الخاتم في صباعي انا يا حبيبي. هاي كارلو. هاي، من زمان ما شفناكش. شكرا. ازيك فوق؟ يا اوكي. ايه يا فريدريك يا حبيبي اللي جابك من غير معاه؟ جاي اخد حساب عملية النهاردة. طب ما العمليات لسه كتير والحساب يجمع. حبيبي انا راجل بحب اخد حسابي اول باول. يعني مش واثق فينا بقى؟ لا مش مسألة ثقة، انا راجل مصاريفي كتير، وانت عارف ان الفلوس ماي لابي، وانا بحب دايما فلوسي تبقى في جيبي. انا لو كنت عارف كده ما كنتش جبتك من بافاريا. هير إيزاك، انت ما تقدرش لا تستغنى عني ولا عن خدماتي. طب عدهم عدهم يا فريدريك يا حبيبي ليكون فيهم زياد منك انت. ما ظنش. ابو سليم فين؟ عاوز ايه من ابو سليم؟ اصل في حاجه حصلت النهارده ومتهيألي انه لازم يعرفها. حاجه ايه يا فريدريك؟ حاجه مهمه قوي قوي ايزاك. طب ما قلتهاش ليه في التليفون؟ لا انا اللي عندي ما يتقالش في التليفون، انا اللي عندي يتقال وجها لوجه ولابو سليم شخصيا. الو. ايوه ايزاك، ما قالكش ايه؟ اوكي طيب، نص ساعة بالكتير وهكون عندك. مشاكل؟ انا عمري لا كان عندي ولا هيكون عندي مشاكل. شوف يا فريدريك يا حبيبي، لو الأخبار اللي عندك مش مهمة أبو سليم هيزعل منك قوي، وانت عارف زعل أبو سليم وحش وحش قوي. إزاك أنا عارف المعلومات اللي عندي كويس قوي، وعارف إن أبو سليم هيقدرها، وعارف كمان إنه هيديني عليها مكافأة كبيرة قوي قوي قوي. أبو سليم، سوري يا حبيبي، أنا آسف إن أنا اتصلت بيك في وقت متأخر، أصل فريدريك بيقول. عارف عارف، بيقول عنده خبر مهم جدا وعايز يقولهولي فيس تو فيس. إيه هو الخبر بقى؟ هو في حاجة حصلت النهاردة ومتهيألي إنك لازم تعرفها. حاجة إيه؟ ما تقول. النهارده وانا براقب نبيل زي ما حضرتك طلبت مني، كان في حد تاني بيراقبه غيري وماشي ورا طول الوقت. حد زي مين يا فريدريك يا حبيبي؟ معرفش. انت متاكد من الكلام ده؟ انا لو مش متاكد من المعلومات اللي عندي ما كنتش تعبت حضرتك وخليتك تيجي تقابلني في وقت متاخر زي ده. طب الحد ده شكله ايه؟ هو اسمراني وشعره قصير وجسمه نحيف، يعني ملامحه كلها على بعضها كده شرق اوسطي عربي يعني. ايوه بس البلد هنا يا فريدريك يا حبيبي مليان عرب، في المانيا عادي انك تشوف عربي في اي حد. بس اللي مش عادي ان كلهم يروحوا محطة القطر، وكلهم يركبوا التراموي للحي القديم، وكلهم يروحوا عند مكتبة الحي القديم ويدخلوها. كل ده يحصل في نفس الوقت اللي نبيل بيعمل فيه كل الحاجات دي.
ولا غلطان انا يا ابو سليم؟ لا انت مش غلطان. برافو عليك يا فريدريك. امشي انت دلوقتي والمره الجايه هتلاقي ظرف مستنيك مع مستر ايزاك. اوكي. دانكشن. اوف فيدرزل. ايه يا شلومو يا حبيبي؟ ايه رايك في الكلام الفارغ اللي قاله فريدريك ده؟ لو الكلام ده طلع صحيح وفي فعلا حد بيراقب نبيل يبقى الموضوع خطير، خطير جدا يا ايزاك. حد مين بس يا حبيبي اللي هيراقب نبيل؟ فكرك يعني هيكون مين؟ قصدك يعني هو في غيرهم يا ايزاك؟ لا 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 يا شلومو، لا. يمكن صدفة. البلد هنا نظيفة مفيش فيها أي أثر للمخابرات المصرية، أنا متأكد من كده يا حبيبي. وإيه اللي يخليك متأكد كده يا إيزاك؟ شغلي، شغلي يا شلوم، وأنا عارف شغلي كويس قوي. في الصيف لما الطلبة بيبقوا موجودين هنا في ألمانيا ممكن يبعتوا معاهم عنصر أو عنصرين عشان ياخدوا بالهم من الولاد الصغيرين، لما دلوقتي لا، أنا متأكد إن مفيش ولا عنصر من عناصرهم موجود هنا، لا في هامبورغ ولا في ألمانيا كلها. وعلى فكرة آخر تقرير جالي من العامة بيأكد الكلام اللي أنا بقوله ده. التجربة علمتني إن التقارير حاجة والواقع حاجة تانية. أنت ليه على طول متشائم يا شلومو يا حبيبي؟ ليه كده شكاك ومش متفائل؟ التفاؤل ده أنا سايبهولك أنت وليفي والعم هناك في إسرائيل، لكن أنا بفترض الأسوأ دايماً وبشتغل على الأساس ده. لو كلام فريدريك ده طلع صحيح يبقى قول لي يا إيزاك، نمرة جاكوب باسكال معاك هنا؟ ايوه معاي. بس انت عايز جاكوب في ايه يا شلوم؟ محدش عارف اللي ممكن يحصل بكره، عشان كده الواحد لازم يحتاط ويعمل حساب الأسوأ. مبروك. على ايه؟ وافقوا على ضمك للوفد. بجد؟ ايوه، والأطروحة بتاعتك لقت استحسان كبير قوي وهيحطوها ضمن الكلمه اللي هيلقيها الوفد المصري. متشكره جدا يا استاذ فريد. هات الباسبور بتاعك. باسبور؟ انا ما عنديش باسبور. خلاص، يبقى اول حاجه نعملها ان احنا نطلع الباسبور بسرعه علشان خاطر نلحق، وتقدمي طلب لرئيسك المباشر وتجيبي لي منه موافقه. رئيسي المباشر اللي هو مين؟ اللي هو انا، والطلب اهو وموافقتي عليه كمان. كده يبقى فاضل طلب اجازه من الاستاذ مختار، واعتقد ان المساله مش صعبه عليكي. انا متشكره جدا يا استاذ فريد. ما بلاش استاذ فريد دي، ونخليها احمدي، فريد وسامي. اوكي يا فريد، على اذن حضرتك هروح اجيب دلوقتي الاجازه. استاذ فريد، استاذ فريد. ايوه انسه نجوى. ما بلاش حكايه انسه دي، وخليها كده احمدي، فريد ونجوى. دي حتى لاي اكتر. خير يا انسه نجوى، عايزه ايه؟ كنت عايزه اجي معاكي. فين؟ المانيا. ليه؟ انت فاكراها انها طابونه ولا جمعيه تعاونيه؟ اصلا عندي اطروحه. اطروحه؟ ايوه، عندي اطروحه في الطهي المغربي وكنت عايزه اقدمها هناك. واو، بخت من النفع والتنفع يا استاذ فريد. انسه نجوى. ايه؟ شوفي شغلك. حاضر. قولي لي يا سامي، المعرض ده مدته قد ايه؟ 4 ايام، وانا كل اللي طالباه من حضرتك اسبوع. اسبوع واحد مش اكتر، احنا عندنا هنا شغل كتير. ما هو ده هيبقى شغل برضه يا فندم، هناك هيبقى فيه مفكرين وادباء وانا هحاول اعمل معاهم تحقيق. يا ريت يا سامي. اخبار عبد القادر ايه؟ كويس، كان اجازه اسبوع وخد بنته ومراته وطلع على اسكندريه ورجع جابها من يومين. سلمني عليه لما تشوفه، وبوس لي كوثر وتهاني. وانت كمان بيسلمي لي على حضره النظره.
وقولي لها تسأل. حاضر يا عمو، عن إذنك يا أستاذ أحمد. على السلامة. ما عرفتش عمل ايه في المكتبة؟ كل اللي عمله انه عادي يقرا في كام كتاب وبعد كده مشي. يبقى غالبا خبى المفتاح في كتاب عشان حد يجي ياخده ويروح ورا الشنطة. شنطة ايه اللي ياخدوها دي؟ الشنطة دي ما فيهاش غير شوية ورق بتوع الشغل بتوع شركة السياحة وجداول الرحلات وكشف بأسماء السياح والأوتيلات. الحاجات دي تهم مين يعني؟ هادي. أيوة فندم. احجز لي في أول رحلة نبيل يكون المرشد بتاعها. Lessons again. كنت المفروض اروح معاه انا او عبد الخالق يا فندم بدل ما نسيبه كده لوحده. السيد عادل هو اللي طلب انه يبقى لوحده. واحنا هنا علينا تنفيذ اوامره بس. صباح الخير. أنا نبيل سالم مصطفى، دليل السياحة اللي معاكم النهاردة. إحنا النهاردة هنزور أهم معالم مدينة هامبورغ اللي تعتبر أكبر ميناء في أوروبا. طبعاً كلنا عارفين إن هامبورغ هي أكبر مدينة في ألمانيا الغربية. أرجو إن أنتوا تستمتعوا بالرحلة معانا. شكراً. كان عندي إحساس إن الشنطة اللي اتحطت في خزنة السكة الحديد مش شنطة نبيل بتاعة الشغل، وإن في عملية تبادل بتتم أثناء الرحلة. لكن فين وإزاي؟ ده اللي كنت بحاول أكتشفه. الغريب انه لما نزل من الاتوبيس في اول موقع بنزوره نبيل ساب شنطته في الاتوبيس وما اخدهاش معاه. نفس الحكايه اتكررت في كل الاماكن اللي روحناها، نبيل ينزل ويسيب الشنطه، مع اني كنت متوقع ان التبادل يتم في اي مكان من الاماكن دي، لكن ما حصلش. في نهايه الرحله الاتوبيس رجع قدام الشركه من غير ما اعرف اي حاجه، لكن فجأة سعادتك عملت ايه؟ وصلت الحاجة؟ في شنطة زيها بتاعت نبيل بالظبط في الأتوبيس، وغالبا هي دي اللي بياخدها ويحطها في خزنة المحطة. عبد الخالق. أيوة. مفاتيح العربية تعالى معايا. رايح فين يا سيد عادل؟ راح محطة القطر زي المرة اللي فاتت وساب الشنطة في الخزنة وخرج ركب الطرمان. زوجتي الحبيبة سامية، آسف إني اتأخرت عليكي في الكتابة طوال الفترة السابقة، لكن ظروفي كانت مضطربة جدا، وعندما خمسة دقيقة أنت أمشي من هنا ما تشوف أنت تاني.
إذا أنت تجي هنا بأي مكان بالميناء أنت رجل ميت ميت. عزيزتي سميه، لقد تركت عملي السابق رغم نجاحي الشديد فيه، وأنا الآن أبحث عن عمل آخر يليق بي وبمستواي العلمي والفكري، وعندما أستقر هي دي الشغلانة اللي بتجيب فلوس كتير قوي يا نبيل، ولا انت عاجبك بقى الاكل من الزبالة والنوم في الشوارع والبهدلة اللي انت متبهدلها مع الولاد المشردين دول؟ لا يا حبيبي، انت لسه على البر، ولو انت مش قد الشغلانة دي ابعد عنها خالص، اعتذر عنها وسيبها، انت لسه على البر. اسيبها واروح فين؟ سامي عماله تعلى وتطلع لفوق، وانا ايه؟ ولا حاجه، مفيش قدامي غير الزباله والمشردين او الشغلانه دي. استنى تليفون مني، ما بتطلع قبل ما تلفنك. وغلطة واحدة مع أبو سليم ممكن يخرجك من الدنيا ويبعتك على الآخرة برصاصة واحدة. رصاصة؟ ليه يا؟ ألو؟ ألو؟
اطلع. ايه؟ ولك خلصني اطلع. بعتقد الناس لما بتشوف بعض الصبح المفروض تفرد وشها وتقول صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. ليش ايدك مربوطة؟ عورت امبارح في حتة الازاز بس. سلام. الله يسلمك. أنا امبارح كنت مبسوط منك كثير لأنك سمعت الكلام ونفذته بالحرف. بس اليوم زعلان منك. عملت إيه بس عشان تزعل؟ تركت البيت وطلعت. أنت بعت لي ورقة بتقول لي فيها إنك مستنيني تحت. ومين اللي قال لك إني أنا باعت هالورقة؟ مين غيرك هيبعتها لي؟ وبعدين أنا خمنت. خمنت؟ القاعدة الأولى في شغلنا. ما ينفعش إنك تخمن. ومش مطلوب منك أساساً إنك تخمن، لأنك لو خمنت حتروح وحتودي اللي معاك في 60 داهية. إيه اللي أنا عملته بس يا أبو سليم عشان الزعيق ده كله؟ ما أنا لما نزلت لقيتك مستنيني تحت. انزل. إيه؟ انزل، أنت ما تلزمنيش، انزل. أبو سليم أنا آسف، ما كانش ممكن أبداً. أنت تخرس خالص. بص الشارع اللي هناك، هتروح آخره وتخش يمين هتلاقي في وشك القنصلية المصرية. يلا. القنصلية المصرية ليه؟ هتقول لهم انك عايز ترجع بلدك. وليه ده كله بس؟ لاني ندل ووحش وقليل الادب ومفيش في قلبي رحمة خالص. يلا انزل. انا مش عايز اروح القنصلية المصرية، انا مش عايز ارجع مصر. يبقى 5 دقايق من هنا وترجع الحتة اللي اكلت فيها الزبالة ونمت فيها وسط المشردين والهوملس. يلا. انا ما عنديش وقت، انا ما اكلتش من الصبح. يلا عايز افطر. يلا. ولا انا اكلت. ما فطرتش؟ انا لا فطرت ولا اتغديت ولا تعشيت من اول امبارح بالليل. اوف. وليش بقى؟ لان البيت ما فيهوش اكل، وانت طلبت مني ان ما انزلش لحد انت ما تكلمني في التليفون. ايوه، العمى على هالغلطه. بشرفي معك حق. سكر لي بابك وخلينا نروح ناكلنا شي لقمه بشي مطعم صريف. يلا سكر. مش لازم تنزل من البيت يا نبيل الا لما انا اكلمك واقول لك انزل. مش حته ورقه قد كده تنزلك على ملا وشك. غلطه يا ابو سليم، اوعدك انها مش هتتكرر. ايوه برافو. لما تغلط تعترف بغلطك وما تعملهاش تاني وما تقاوحش. مفهوم؟ مفهوم يا ابو سليم. جرب البتاع ده، ده لذيذ جدا. ابو سليم انا ممكن اسالك سؤال؟ اسال. هو انت سوري ولا مصري ولا ايه بالظبط؟ تسأل ليه؟ اصل انا اول مره قابلتك فيها كنت بتتكلم سوري، بعدين النهارده انت بتتكلم مصري زي ما تكون عشت واتولدت في مصر تمام. وممكن احكي معك عراقي بعد، او نكلمك مغربي، او احاكيك اردني. خيا يا حبيبي، انا بتكلم كل اللهجات العربيه، بتكلم فرنساوي وانجليزي وطلياني والماني ويوناني على شوية روسي على كم كلمة تشيكي، وممكن أكلمك سوداني لو حبيت. عايزني أكلمك سوداني؟ لا. طب ليه ده كله؟ شغلي بيتطلب مني أن أتكلم كل اللهجات وكل اللغات. وأنت بتشتغل إيه بالظبط؟ أفتكر إحنا هنا عشان نتكلم في شغلك أنت مش في شغلي أنا. سوري أنا آسف، ما كانش قصدي. قول لي انت اخبارك ايه مع مصر؟ مش فاهم. اصلك اتخضيت قوي ووشك اصفر ولونك اتخطف لما وقفنا قدام القنصليه المصريه وقلت لك انزل. بصراحه ما كنتش متوقعها منك ابدا. ما كنتش متوقعها مني ولا سايب وراك حاجه هناك؟ حاجه زي ايه؟ انا اللي بسالك. يعني انت مطلوب هناك في حكايه؟ عليك احكام؟ هربان من حاجه؟ لا 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 خالص خالص. امال ايه اللي خلاك تسيب بلدك وتيجي هنا؟ وارجوك ما تقولنيش حكايه اجرب حظي لانها مش مقنعه خالص. بصراحه ابو سليم الظروف هناك صعبه، البلد بقت كئيبه، ناس كلها مكشره. بقى سبت بلدك وجيت هنا عشان الناس هناك مكشره يا راجل؟ شوف يا ابو سليم، احنا عندنا مثل في مصر بيقول عمر واحد،
وانا بصراحه مش مستعد اضيع عمري عشان بلد ماليش فيها مستقبل. انا عايز احب واتجوز البنت اللي انا بحبها، يبقى عندي بيت وعربيه وفلوس اتفسح والف بيها العالم، مش ابدا اقعد اذاكر وادح عشان في الاخر اخد شهاده واتعين بتلاته مليم وفي الاخر يحلوني على المعاش ويقولوا لي اقعد في البيت لحد ما تموت. مش هو ده ابدا اللي انا بحلم بيه، ولا هو ده اللي انا عايزه. فعشان كده سبت بلدك؟ عشان كده سبت الجامعه والكليه اللي كنت بتدرس فيها، وسبت امك وابوك اللي ما حلتهمش غيرك، وسبت حبيبتك اللي بتحبك وهربت؟ هربت؟ هو انا مجبر اجاوب على الاسئله دي كلها؟ لا طبعا. امال بتسالها ليه؟ انت ايه رايك؟ أنا رأيي إنك بتسألها عشان تعرفني إنك عارف عني أكتر من اللي أنا متخيله. غلط. أنا عايز أوصل لك إن أنا ممكن أبقى قريب منك أكتر مما أنت متصور. عارف ليه؟ ليه؟ لأن العلاقة اللي بينا لازم تكون مبنية على أساس متين وقوي. الشغلانة اللي هنشتغلها يا نبيل شغلانة خطر، والغلطة فيها بفورة زي ما بتقول في مصر. هو فريدريك قبل ما تشغلوه معاكم عملتوا معاه كده برضو؟ لا ابدا. طب اشمعنى انا؟ انت حاجة وفريدريك حاجة تانية خالص. فريدريك ده بنشغله في اي كلام، لكن انت هتشتغل معانا في التقيل اللي الضربة فيه بألف والغلطة فيه بفورة زي ما بتقول، صح؟ لو سمعت كلامي ونفذت اللي بقول لك عليه مش هتغلط ابدا، هتكسب لك قرشين حلوين وهتحقق كل احلامك. مش ده اللي انت عايزه يا نبيل؟ ها؟ قلت ايه؟ الشغل ده هستلمه امتى؟ مش قبل ما اعمل اتصالاتي واتفاهم مع الناس. ناس؟ ناس مين؟ المؤسسة اللي احنا شغالين فيها. مؤسسة؟ احنا بنسميها العامة. وانت فاكرني بشتغل لوحدي؟ انا بصراحة كنت فاكرك انت الراس الكبيرة. كل كبير وفي اللي اكبر منه. طب فكرك الناس اللي انت بتشتغل معاهم دول هيوافقوا ان انا كمان اشتغل معاهم؟ حكايه هيوافقوا سيبها عليا انا، المهم انت. انت موافق؟ انا ما عنديش مانع ابدا. لحظه قبل ما تجاوبني وتقولي ايوه او لا، لازم تعرف انك لو قلت ايوه هيبقى ده قرار نهائي مفيش رجوع عنه مدى الحياه، ولو قلت لا شوف لك شغلانة تانية خطرها أقل بس فلوسها برضو هتبقى قليلة. عارف يا نبيل، احنا اللي شغالين في المؤسسة دايما بنقول حبها تحبك وتراعيك وتشيلك جوه عينيها. هي مين؟ العمة. طيب افرض ما حبيتهاش؟ ساعتها يكفيك شر زعلها. قلت ايه يا نبيل؟ موافق. موافق يا ابو سليم. هتسمع الكلام؟ هسمعه بالحرف. بالحرف كده هنبقى اولاد عم بحق وحقيقي. امسك. ايه ده؟ فلوس عربون الاتفاق اللي بينا. عايزك تبسط نفسك على الاخر، تخرج تتفسح تهيص، عيش لك كام يوم حلوين
لحد ما يجيني رد من العم. يعني دلوقتي اقدر اخرج من البيت زي ما انا عايز؟ اخرج براحتك. وانت مش هشوفك الفتره اللي جايه دي؟ هتشوفني، هفوت عليك كل يوم والتاني اطمن عليك واشوف ان كنت محتاج حاجه ولا لا. افتكرت، امسك امضي لي الوصل. ايه ده؟ وصل بالفلوس اللي انت اخدتها ولا نسيت؟ لا ما نسيتش، بس انا ما كنتش فاكر ان الشغلانه بتاعتنا دي فيها وصولات وحاجات من دي. يعني انت بتهرج؟ دي مؤسسه يا نبيل، مؤسسه كبيره فيها وصولات وحسابات ومحاسبين. امسك، انت فاكرها سبهلله؟ امضي. ما بتمضيش ليه؟ اصل الوصل فيه خصومات وكسور وحاجات كده انا مش فاهمها. تحسب الاكل اللي اكلناه، نص عليا ونص عليك. نعم، الاصول بتقول كده، والمثل بيقول الحسابات الصح تخلق الاصحاب الصح، ولا انا غلطان؟ امضي يا نبيل. تمام، عايزك بقى تطلع تريح شوية وتخرج تتفسح وتشبرق نفسك. يلا. نبيل، القنصلية المصرية مش هنا، القنصلية المصرية في فرانكفورت، مفيش قنصلية في هامبورغ. تشاو. ازيك؟ ايوه، شلون يا حبيبي؟ تعال انا عايزك. ها؟ عملت ايه يا شلومو يا حبيبي؟ حط ده عندك في ملف العملية، وابعت صورة منه للعم. ده أول إيصال؟ ولسه الإيصالات اللي جاية كتير يا زاك. مازلدوف شلومو، مبروك يا حبيبي. ايوه ايوه يا نعوم، عايز اكلم ليفي شمير. انا شلومو كوهين. دقيقة واحدة. هاي اوكي. هاي شلومو، ازيك؟ مبروك يا ليفي، الديك دخل القفص. الو شلومو، انا مش سامعك، بتقول ايه؟ بقول لك الديك دخل القفص. استنى يا شلومو، استنى هحولك على خط تاني عشان مش سامعك كويس. الو شلومو، ها كده سامعني كويس؟ انا سامعك يا ليفي، انت سامعني؟ انا سامعك كويس كده. خير، كنت عايز تقول لي ايه؟ مش معقول الكلام ده يا ليفي، خليهم يغيروا لك الوصله القديمه اللي عندك يا اخي. حاضر حاضر يا شلومو، المهم كنت عايز تقول لي ايه؟ بقول لك الديك دخل القفص، انا هجهز الغطا، انت بقى ابعت لي الصياد.
زوجتي الغالية سامية، أخيرا أخيرا وليس آخرا أستطيع أن أقول أنني عثرت على عمل يتناسب مع قدرتي وإمكانياتي العملية والفكرية. التقيت اليوم مع تاجر كبير ومهم، وهو عربي الجنسية. تحدثنا بخصوص مشروع عمل جديد هنا في هامبورغ، وهو يريدني أن أكون شريكا معه. المشروع جيد وربحه كبير ومضمون وسريع، بل سريع جدا، مما سوف يمكنني من أن أؤسس لنا حياة جميلة ومريحة تجمعنا معا في عش هادئ وجميل. لا تتخيل يا سامية مدى اشتياقي إليك. وحشتيني، وحشتيني أوي أوي أوي. ده من حبيبي القلب في أوروبا مش كده؟ نجوى وحياة ربنا أقسم بالله لو قريت كلمة واحدة من الجواب ده عمري ما هكلمك تاني. يا ساتر يا رب، وعلى إيه يمسكي؟ أنا آسفة يا سامية، والله أنا ما كنت هقراها، أنا بس كنت بهزر معاكي. أنا اللي آسفة، أنا عصي اتخضيت لما خدتي مني الورقة فجأة كده. ولا يهمك يا حبيبتي، قولي لي بقى أخباره إيه؟ كويس الحمد لله. حبيبي نبيل، وحشتني قوي. عايزه اطمنك عليا وعلى شغلي هنا في المجله. الحمد لله بتقدم في شغلي بشكل كويس قوي. زرت الجبهه عده مرات، وقمت بعمل تحقيقات مع الضباط والجنود هناك، وحضرت عده اشتباكات بيننا وبين العدو. ده غير التحقيقات الصحفيه اللي قمت بيها مع العديد من كبار المسؤولين في البلد، وعلى راسهم السيد وزير الحربيه شخصيا. ده غير اني مترشحه اني ابقى عضوه في التنظيم الطليعي. ده تنظيم سياسي مهم جدا، مش عارفه اذا كنت سمعت عنه ولا لا. المهم حبيبتك ناجحه جدا في شغلها الصحفي والسياسي هنا في مصر، زي ما انت ناجح في شغلك في المانيا. رجاء اخير يا نبيل، ارجوك ارجوك بجد ما تتاخرش عليا في جواباتك. هسيبك دلوقتي واتمنى لك كل النجاح في مشروعاتك الجايه. بحبك قوي. سامي. هاي هو ازيك؟ انا توماس. اهلا يا توماس يا حبيب، في حاجه جديده؟ في جواب وصل للهير نبيل من مصر. هاتوا تعالى بسرعة يا توماس بسرعة. اوكي هير ايزاك. توماس توماس ازيك يا توماس؟ ازيك يا نبيل؟ انا شايف ان في جوابات جات، مفيش حاجة جات لي. هو الصندوق بتاعك فيه حاجة؟ الصندوق بتاعي فاضي. يبقى مفيش حاجة جت. اوكي يا توماس، دانكي. اوكي. جبت الجواب يا حبيبي؟ ايوه جبت. اتفضل. اقعد اشرب حاجه على ما ارجع لك. هاتوله اللي هو عايزه. شكرا. بيو يا ابني. حاجات مهمة جدا يا إيزاك. للدرجة دي؟ أعمل ثلاث نسخ من الجواب ده
ورجع الأصل جوه الظرف زي ما كان بالظبط واقفله، وقول لتوماس يحطه في صندوق بريد نبيل، مش النهاردة، في ميعاد تسليم البريد اللي جاي. أكد عليه يا إيزاك. أوكي يا شلومو يا حبيبي. يلا. أيوة أنا شلومو كوهين، عايز أكلم ليفي شامير. أيوة يا ليفي أنا شلومو، سامعني؟ أيوة شلومو سامعك كويس. خير، في إيه تاني؟ سامية فهمي. مين سامية فهمي؟ البنت اللي كان نبيل بيحبها قبل ما يسيب مصر. مالها؟ عايز تقرير كامل ووافي عنها. ما احنا بعتنا لك بيانات عنها، وانت بنفسك اطلعت على ملف بتاعها قبل ما تسافر المانيا. بس في تطورات جديده حصلت. تطورات ايه؟ هبعت لك فاكس وهتفهم منه كل حاجه، بس عايزك تبعت لي صور من كل المقالات والتحقيقات اللي كتبتها في المجله اللي بتشتغل فيها، ويا ريت تعرف لي ان كان لها علاقه بتنظيم جديد في مصر اسمه التنظيم الطليعي. التنظيم الطليعي؟ جايز تكون عضوه فيه. شلومو انت بتتكلم جد؟ امال بهزر يا ليفي. الظاهر ان نبيل ده هيبقى مهم جدا بالنسبه لنا. قول لي اخبار الصياد ايه؟ الصياد جاهز وهيسافر لك بكره على المانيا. جولدمان، لويس جولدمان. شيرلي هايمن، عميلة نشطة من عملاء الموساد في أوروبا، اتولدت في إسرائيل من أصل بولندي، اتطوعت في الجيش ودلوقتي بتشتغل في الموساد، بتتكلم عربي بلهجة لبناني. اسمها الحقيقي لويس جولدمان. لويس جولدمان؟ مش دي اللي كانت في روما وبعدين راحت باريس واشتركت في عمليات تجنيد الشباب المصري اللي موجود هناك؟ تمام يا فندم، بس ده قبل 67. في روما كان اسمها صوفي، وفي باريس كان اسمها مارسيل. هناك كنا حطينا تحت المراقبة، ولما حست ان احنا كشفناها رجعت على اسرائيل واختفت هناك لفترة. فجأة من كام شهر وصلت هامبورغ في ألمانيا تحت اسم شيرلي هاي. ميس شيرلي؟ يس بليز كام ويز مي ذا باج بليز. معقولة؟ مفاجأة مش كده؟ بصراحة ازيك؟ كويس، وانتي؟ أنا كويسة على طول يا شيرلي. بتبصيلي كده ليه؟ أبداً، أصلي ما تخيلتش إن أبو سليم هيطلع أنت يا شلومي. كنتي هتعتذري عن المهمة؟ بالعكس يا شيرلي، أنا مبسوطة قوي إن أنا هشتغل معاك تاني، ولو اني مستغربة انك طلبتني المهمة دي بعد اللي حصل بيننا اخر مرة كنا فيها مع بعض. مش انا اللي طلبتك يا لويز، هما اللي اختاروكي للمهمة دي بالذات، وبصراحة معهم حق. اشمعنى؟ لانك متخصصة يا حبيبتي. على البيت اللي احنا نازلين فيه، عندي كم مشوار هخلصهم وارجع لك. والغطا؟ شركة سياحة امريكاني بتشتغل هنا في هامبورغ، انا وضبت معاهم كل حاجة، والنهاردة بعد الظهر هتفوتي عليهم. والهدف؟ نبيل سالم مصطفى،
مصري الجنسيه، هتلاقي كل حاجه عنه في الملف ده. أيامها ما كانش عندنا مكتب في هامبورغ، ما كانش فيه غير تلات عناصر هناك. رؤوف كان واحد من العناصر دي يا فندم. وبعدين يا سيد رؤوف؟ أول ما وصلت ألمانيا حطيناها تحت المراقبة من غير ما تحس طبعا. وما عرفتوش راحت ألمانيا تعمل إيه؟ في الأول يا فندم ما عرفناش، لكن كنا متأكدين إنها رايحة لهدف محدد. سياحة؟ سياحة إيه بس يا أبو سليم اللي عايزنا نشتغل فيها؟ لأن البلد دي معرفش فيها غير شارعين ثلاثة وبتوه فيهم. الحكاية بسيطة، ما تشيلش همها. ما تشيلش همها ازاي بس؟ دول سياح، يعني هقول لهم ايه؟ هتفاهم معاهم ازاي؟ وبعدين انت عارف ان الألماني بتاعي يا دوب على القد. ما تخافش. أولاً المنشورات اللي قدامك دي فيها كل حاجة عن المناطق السياحية هنا في البلد. ثانياً شركة السياحة اللي بتشتغل فيها هتعمل لك دورة تدريبية أسبوعين ثلاثة. وبعدين اغلب الوفود اللي انت هتخرج معاها هتكون وفود عربيه، يعني السياح اللي هتاخدهم معاك هيكونوا سياح عرب. وافتكر انت بتتكلم عربي كويس ولا انا غلطان؟ ايوه، بس بصراحه انا كنت فاكر ان احنا هنشتغل في الحاجات التانية، الحاجات اللي فيها فلوس كبيره. ما انت هتشتغل في الحكايه دي. ازاي؟ امال ايه حكايه السياحه دي بس؟ حكايه السياحه دي الغطا. غطا؟ بصراحة أنا مش فاهم حاجة خالص، ممكن توضح لي أكتر؟ لما هتقدم نفسك لحد أو أنا أقدمك لحد من صحابي هقول له إيه؟ تاجر مخدرات؟ آه. الغطا ده تقصد الستارة اللي هتدار وراها؟ بالظبط، وهتعمل لك قرشين حلوين، إيه المانع؟ تمام، الشغل ده هستلمه إمتى؟ كم يوم على معمل اتصالاتي وتكون أنت قريت الورق وحفظته. انت هتطلب حاجة تانية؟ يلا بينا، يلا نجيب لك كم بدلة على كم قميص على كم كرافتة كده. يلا. ايه ده؟ انا عندي بدلة ما لبستهاش غير مرة واحدة. اوعى تقول لي البدلة اللي قابلتني بيها في المطعم اللي كان فريدريك جابها لك. دي لسه جديدة. دي ترميها في الزبالة. يا ابني انت هتشتغل في شركة سياحة كبيرة، شركة امريكاني، لازم تكون شيك. يلا. انت شايف كده؟ انا شايف كده. خلاص، ما دام انت شايف كده يبقى هي كده. ادخل يا ابو سليم البيت بيتك ما تتكسفش. حلوه منك دي. امسك. ايه ده؟ وصل برضه؟ امال عايزني ادفع لك ثمن الحاجات اللي انت جبتها؟ ده ايه الجشع اللي انت فيه يا اخي؟ ماشي. 4000 مارك؟ الفواتير معايا، تحب تراجعها؟ اراجع ايه ولا ايه؟ اديني قلم. حاضر. اتفضل. كل الحاجات دي ب 4000 مارك، ليه اشترينا ايه؟ ايوه يا توماس، الجواب ده جالك النهارده يا نبيل. شكرا يا توماس، شكرا. الجواب ده جاي لك من مين؟ ده من مصر. من البنت اللي كنت عارفها ايام الجامعه يعني؟ ها؟
اخبارها ايه معاك اليومين دول؟ الحمد لله كويسه. تبعت لي جواب كده كل كام يوم تطمني فيه على نفسها. طب قول لي انت علاقتك بيها ايه بالظبط؟ ابدا، انا وهي زمايل من ايام الجامعه. بقى كل كام يوم بتبعت لك جواب وتقول لي الزماله؟ واضح انها متعلقه بيك قوي. لا انت ما يغركش، انا وانا في مصر بنات كتير قوي كانوا معجبين بيا. وكلهم كانوا بيبعتوا لك جوابات؟ لا طبعا، كلهم ازاي يعني؟ بس انا وسامية علاقتنا علاقه خاصه شويه، يعني علاقه بجد. يعني بجد ازاي؟ بنحب بعض. وبعدين؟ ولا قبلين، زي ما انت شايف كده، انا هنا جيت المانيا وهي هناك في مصر. طب احكي لي انت تعرفت عليها ازاي؟ اول مره اتقابلنا كنا في رحله مطلعه الجامعه، كنا بنرقص ونغني وكنا مبسوطين قوي. عجبتني، حبيت ارقص معاها، شديتها ناحيتي اكتر من اللازم. عارف عملت ايه؟ عملت ايه؟ خرمت مشط رجلي بكعب جزمتها. ليه ده كله؟ بس بصراحة أنا غلست عليها شوية. واضح إن دمها حامي جدا. قوية وجدعة، بتعرف تاخد حقها لو وسط ألف راجل. الظاهر فعلا إنها بنت جدعة. ربنا يخليكوا لبعض يا نبيل. هي لسه في الجامعة هناك؟ لا، اتخرجت وشغالة في مجلة مهمة جدا، والظاهر بقت صحفية كبيرة وليها اسم، مع إنها لسه متخرجة. وقفوا الطب، وقفوا الطب. ايه يا استاذ سامي؟ في وقف الطبع يا عم ربيع. محدش يقدر يوقف الطبع للاستاذ احمد مختار رئيس التحرير او الاستاذ فريد. فين اصل التحقيق بتاعي؟ اتجمع خلاص. هات اصل التحقيق بتاعي لو سمحت.